كما ترى هذه الأرض بالقرب من تل السبع بجوار البيوت يتم تجريف هذه المنطقة، الحيز الجغرافي الطبيعي لتطور ومستقبل قرية تل السبع يتم تجريفها بحجة أراضي دائرة أراضي إسرائيل. هذا جزء من عملية التهجير والترحيل وسياسة الانقلاع، ليس فقط أن تل السبع تعاني من نقص في القسائم ومعضائق سكنية خانقة وانعدام في البنية الاقتصادية والمنطقة الصناعية، حتى ما تبقى يتم مصادرتها وتسليط قوات هائلة من الشرطة. هذا الشرطة التي يجب أن تحارب الجريمة، تحارب البشرية، تحارب الشجر، تحارب البشر، وهذه الجرافات وهذه الميزانيات التي تصرف بدلا أن يتحدثوا عن ميزانيات تخصص للعرب في النقب، ولكن هذه تخصص هذه الميزانيات لترحيل وتجريف الأراضي العربية في النقب. هذه سياسة نفتالي بنت، هذه سياسة هذه الحكومة. المطلوب أن يكون هنالك حراك مجتمعي، حراك شعبي للدفاع عن حاضرنا وللدفاع عن مستقبلنا. إذا صادروا هذه الأرض كيف سنتطور؟ أين سيعيش أبنائنا؟ هذه مسؤوليتنا اتجاه المستقبل واتجاه الجيل القادم.